تستمر قوات الاحتلال في وضع العراقيل المختلفة أمام المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة، فقد قلصت اليوم عدد الشاحنات الخاصة بالغذاء والوقود التي تدخل إلى القطاع، بالإضافة لتحديد وقت معين لدخول الشاحنات لا يتعدى الساعة 12 ظهرا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. من أمام بوابة معبر رفح المصرية ننقل لكم الصورة. هذه البوابة التي يدخل من أمامها عدد كبير من الشاحنات الإنسانية المحملة بالمساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يتحركون في اتجاه معبر كرم أبو سالم. اليوم دخل إلى معبر كرم أبو سالم من الناحية المصرية 30 شاحنة محملين بعدد من المساعدات الإنسانية، منها الغذائية ومنها الطبية ومنها اللوجستية. لكن قوات الاحتلال بسبب يعني هذا التعنت المستمر وعرقلة دخول هذه المساعدات، 30 شاحنة هو رقم قليل جدا مقارنة بما يحتاجه قطاع غزة. لكن هل ستدخل كل هذه الحمولة في 30 شاحنة إلى قطاع غزة؟ حتى هذا ليس أكيد، فهي تتحرك من هنا إلى الناحية الأخرى. الناحية الأخرى يتم منع وعرقلة دخول هذه المساعدات. فحتى هذه اللحظة عادت 6 شاحنات فقط من الشاحنات التي دخلت إلى الناحية الأخرى بعد أن أفرغت حمولتها. بالإضافة لذلك أيضا يوجد شاحنات الوقود، فدخل بالفعل اليوم 4 شاحنات للغاز، أفرغت 2 من هذه الشاحنات حمولتها في الناحية الأخرى وعادت مرة أخرى بعد أن أفرغتها عند الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالطبع يعني الاحتياج الرئيسي لقطاع غزة من الشاحنات هو متوسط 500 شاحنة في اليوم. بالطبع بعد هذه الإجراءات الخاصة بتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة يحتاج القطاع إلى أكثر من 500 شاحنة. كنا رصدنا بالأمس دخول ما يقرب من أو أكثر من 70 شاحنة من قبلها 3 أيام من قطاع تام. لذلك كل هذه إجراءات متنوعة ومختلفة لتهجير القصر للفلسطينيين في قطاع غزة، إما من الشمال إلى الجنوب أو في محاولة دفعهم إلى الأراضي المصرية. لكن بالطبع مصر أكدت أن هذا لن يحدث، والأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة قالوا أنهم لن يتركوا أراضيهم. لكن كل هذا لا يمنع المجهودات المصرية للضغط لإدخال هذه المساعدات إلى الناحية الأخرى، وأيضا استمرار اصطفاف هذه الشاحنات المليئة بالمساعدات الإنسانية في مدينتي العريش ورفح. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.